الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت المبشرات، ورضي الله عن جميع عباده الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالثبات على الإسلام، وأمرنا بالتقوى إلى الممات، وأخبرنا أننا سنُسأل ونُحاسب في يوم القيامة، وكل منا ليفكر إذا مات، إذا بعث، إذا حُشر، على أي حال هو. كل منا ليستعد للرحيل عن هذه الدنيا بالثبات على الحق وبالبقاء على الإسلام، ليكون من الفائزين في القيامة. فلا نجاة ولا فوز ولا أمن في الآخرة إلا لمن أسلم، إلا لمن اتقى الله، إلا لمن مات مسلماً، إلا لمن مات على الإيمان. فاثبتوا إخواني وأحبابي في الله على الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء، الذي جاء به الرسل من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. والإسلام هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، هو ما عليه الأشاعرة والماتوريدية، هو ما عليه السواد الأعظم، هو ما عليه الجمهور. وما خالف ذلك فلا عبرة به ولا يعبأ به. لذلك إخواني، علينا أن نبقى مع السواد الأعظم، وأن نبقى في جمهور أمة محمد
صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم القرآن، الذين مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن فقد قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لما نزلت هذه الآية أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا. وأبو الحسن الأشعري هو من ذرية أبي موسى الأشعري، وأبو الحسن هو شيخ أهل السنة والجماعة، هو شيخ المسلمين، هو شيخ المسلمين في العقيدة في الاعتقاد. لذلك هذا مدح من القرآن لهم. فالقرآن مدح الأشاعرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: هم قوم هذا. وأبو الحسن الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري، فالقرآن مدحهم. وأبو الحسن رضي الله عنه لم يأتي بعقيدة جديدة ولا بعقيدة مستحدثة، إنما جاء إلى عقيدة الصحابة فرتبها ونصرها ووضع الأدلة على تأييدها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأدلة العقلية. لذلك صار كل مسلم في الأرض من عصر وزمان الأشعري إلى اليوم يقول: أنا أشعري، نحن أشاعرة. نسبة لمن؟ لأهل السنة والجماعة. فالأشعرية ليس دينا جديدا، ليس عقيدة جديدة. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم كان يقال لهم في أول الأمر الجماعة، ثم قيل لهم أيضا أهل السنة والجماعة، وقيل لهم السواد الأعظم، وقيل لهم جمهور الأمة المحمدية. وفي القرن الرابع، وفي القرن الرابع الهجري تجدد لهم هذا الاسم، فصار يقال لهم الأشاعرة، صار يقال لهم الأشاعرة لنفس الجماعة، لنفس الفئة، لأهل السنة، للصحابة ومن كان على نهجهم، فهم السواد الأعظم، هم جمهور الأمة الإسلامية المحمدية. فالأشعرية والأشاعرة ليس دينا جديدا، كما تقول الماتوريدية نسبة لأبي منصور الماتوريدي محمد بن محمد رحمه الله رحمة واسعة. كان هو والأشعري قد قاما لنصرة مذهب أهل السنة، قاما لنصرة مذهب الصحابة، قاما لتأييد عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا معنى الماتوريدية، ليس دينا جديدا، ليس عقيدة جديدة، إنما الأشاعرة والماتوريدية هذا الاسم هو لأهل السنة والجماعة. فافهموا هذا المعنى واثبتوا عليه. وهذا الحافظ المحدث الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي يقول في كتابه الإتحاف، ماذا يقول؟ وحيث أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتوريدية. هذا هو. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء المجسمة المشبهة الذين أنهوها حرباً شعواء
عشواء عامة على الأشاعرة والماتريدية. تعرفون لماذا؟ لأن المجسمة جاءوا بما يكذب القرآن وبما يكذب الحديث والإجماع، وخرقوا الإجماع وخرجوا عن مجموع الأمة، فصاروا يريدون أن يطعنوا في الأصل وأن يذموا الأصل ليمرروا لأنفسهم، ليبرروا ويمرروا لأنفسهم الشواذ والشذوذ والانحراف الذي جاءوا به من التجسيم والتشبيه وتكفير أمة محمد لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. فإذا سمعتم هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يتبعون عقيدة مستحدثة جديدة ليست هي القرآن ولا هي ما عليه الإجماع، إذا سمعتموهم يطعنون في الأشاعرة وفي الماتريدية اعرفوا أنهم هم على باطل، والأشاعرة على حق، والماتريدية على حق. فكل الأمة الإسلامية اليوم أشاعرة وماتريدية، هذا معنى الأشاعرة، هذا معنى الماتريدية. والقرآن مدحهم، القرآن مدحهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهؤلاء يقولون الأشاعرة والماتريدية كفار ضلال أفراخ المعتزلة والمشبهة. انظروا كيف عكسوا الحقيقة. لماذا؟ ليعموا أبصار الجهال عن ضلالهم، عن جهلهم، عن كفرهم، عن دينهم الجديد الذي استحدثوه. أرادوا أن يبعدوا الناس عن الأصل، عن الحقيقة، عن مذهب أهل السنة، عن مذهب الجماعة، عن مذهب السواد الأعظم، عن مذهب الجمهور، عن مذهب الأشاعرة، عن مذهب الماتريدية. كل هذه الأسماء لأهل السنة والجماعة، ليس دينا جديدا، ليس عقيدة جديدة. القرآن مدح الأشاعرة والماتريدية. هذا الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي يقول: وحيث أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن مدحهم وأثنى عليهم. أما هؤلاء الذين بزغوا منذ 200 سنة تقريبا يضللون الأمة ويقولون بأن الله جسم وجالس وقاعد، وينسبون له المكان والتغير، وينسبون إليه أن الحوادث تحل في ذاته، وهذا تكذيب للقرآن. يكفرون المسلمين إذا احتفلوا بالمولد واستغاثوا بالرسول، مع الاستغاثة والتوسل يكفرون المتوسلين، يكفرون المتبركين، يكفرون الذين اتبعوا الطرق الصوفية الصحيحة الصادقة كالرفاعية والقادرية والشاذلية الأصلية والنقشبندية. يكفرون أهل التصوف ويدعون إلى قتلهم وقتالهم، كما في كتابهم المسمى المجموع المفيد يقول: قاتلوهم قبل أن تقاتلوا اليهود والمجوس. عرفتم من هم المشبهة؟ أتباع ابن تيمية، أتباع محمد ابن عبد الوهاب، الذين من دعاتهم وأبواقهم وأذنابهم في هذا العصر عبد الرحمن دمشقية، الذي يدعو إلى التعجب والاستغراب من عقله ومن حاله ومن شذوذه وانحرافه. رأيت له مقطع فيديو يقول: ما دمت حياً فلن يرفع رأس لأشعري. الله أكبر، الأمة كلها أشاعرة. الصلاح الدين الأيوبي أشعري. هذه الأمة بأبطالها وملوكها وسلاطينها، بحفاظها، بمفسريها، بمحدثيها، بفقهائها أشاعرة.
أنت اليوم أيها الجعل تريد أن تذل من أعز الله، تريد أن تذل من أعز الله، فتقول ما دمت حيا لن يرفع رأس لأشعري. من أنت أيها الجعل أمام أهل السنة والجماعة؟ من أنت أيها البعوضة أمام الأشاعرة جحافل الخير والبركات والنصر والعلم؟ الأشاعرة ملأوا الدنيا نورا، الأشاعرة ملأوا الدنيا خيرا، الأشاعرة ملأوا الدنيا بالفتوحات والانتصارات. الأشاعرة هم الذين حفظوا الإسلام، هم الذين نشروا الدين، هم الذين أيدوا العقيدة. من أنت أيها الجعل؟ من أنت أيها الخنفساء لتقول لن يرفع رأس لأشعري ما دمت على قيد الحياة؟ كم عمرك إلى الآن؟ كم عمرك إلى الآن؟ هل استطعت أن تؤثر على أشعري واحد في الدنيا؟ هل استطعت أن تزل أشعريا واحدا لتزل كل الأشاعرة؟ أيها المعتوه، أيها المخبول، أيها المعقد، أيها الشواذ، أيها المنحرف، المتعجرف، متعجرف، منتفخ، أنت الفاحش المتفحش الداعي إلى الفاحشة والكفر والضلال، تقول إن الله فوق العرش حقيقة وبذاته كما أن راكب الحمار فوق الحمار. رأيتم هذا عبد الرحمن دمشقية الذي يريد أن يتطاول برأسه إلى طرف نعال السادة الأشعرية، يقول إن الله فوق العرش حقيقة كما أن راكب الحمار فوق الحمار والعياذ بالله. أي تشبيه، أي تجسيم، قلة أدب مع الله، إساءة أدب مع الله، تكذيب لله، تشبيه لله بخلقه، تكذيب للإسلام، وتدعي أنك داع إلى التوحيد أيها المشرك. يا من تكفر أهل السنة والجماعة لأنهم يستغيثون بالأنبياء والأولياء الأموات، تكفرهم وتقول شرك، وتقول إن هؤلاء لا يعرفون التوحيد عن الأشاعرة لأنهم يقولون الله موجود بلا مكان. إذن عرفتم من الأشاعرة؟ هم أهل الحق. عرفتم من الماتوريدية؟ هم أهل الحق الذين مدحهم القرآن. ففي الآيات التي ذكرنا مدح للأشاعرة ومدح للماتوريدية. وأما من الحديث فقد روى الإمام أحمد والحاكم والسيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. من كان الأمير الفاتح لإسطنبول؟ السلطان محمد الفاتح ابن السلطان مراد العثماني. هذا الأمير كان ماتوريدي العقيدة وجيشه ماتوريدية وأشاعرة، والرسول مدحهم، الرسول مدحهم، قال: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هل الرسول يمدح من كانوا على ضلالة أو على كفر؟ حاشا. هذا مدح الرسول للماتوريدية والأشاعرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. من هم؟ الصحابة ومن بعدهم إلى الأشاعرة والماتوريدية الذين شرحنا عنهم. قال: كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد بحبوحة الجنة
فليلزم الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي الأشاعرة والماتريدية، القرآن والحديث على مدحهم. فلا تلتفتوا للتكفيريين، التفجيريين، الإرهابيين، القتلة الذين ملأوا الدنيا بالخراب والتدمير وسفك الدماء وهتك الأعراض، ثم يتسترون باسم الدعوة السلفية أو الوهابية ويدعون الناس إلى عقيدة كفرية تكذب القرآن. فاحذروهم وتمسكوا بالأشاعرة والماتريدية، وابقوا وكونوا مع أهل السنة مع السواد الأعظم، ولا تلتفتوا لهؤلاء المشبهة. خزلهم الله تعالى وطهر منهم الأرض، إنه على كل شيء قدير. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. ربنا أحينا على السنة وأمتنا وابعثنا عليها. اللهم اجعلنا خداما لعقيدة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلنا حراسا لعقيدة أهل السنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم احفظ الأقصى والقدس وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا وبورما، والطف بالمسلمين في الصين وفي كل أرض وبلد يا رب العالمين. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والغلبة يا الله. دمر أعداءهم، مزق أعداءهم. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، وفقنا للخيرات، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحمنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا.